الانقلاب الحوثي يستثمر انحراف التحالف السعودي الإماراتي وانكشاف أطماعه في اليمن وتحوله إلى احتلال كامل الأوصاف والأركان، ويستثمرون تشتت خصومهم وصراعاتهم البينية. التكوينات الحزبية كما عرفناها قبل ثورة فبراير 2011 المجيدة كانت مثالاً للفشل والهزيمة والارتهان، نخب فاشلة ومرتهنة ومصابة بعجز أعاقها عن الفعل والمبادرة والاستجابة لطموحات شعبنا وأولوياته. ولطالما كانت مشكلتنا التاريخية متجسدة في خيانات النخب ومن يدعون تمثيل الشعب. اليوم ومع معاناة شعبنا بسبب الحرب والميليشيا والوصايا الخارجية، تستمر الصراعات الصغيرة بين مكونات الشرعية على المكاسب الصغيرة والزائلة. لقد أثبتوا أنهم سبب أساسي يمد الميليشيا الحوثية بأسباب البقاء.